عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صحيح ورحمة أولانا. طيب والله الحمد. الحمد لله. في سؤال بس بعد إذنك. دلوقتي لو أنا بسافر وبيبقى في ناس في القطر بيبقوا تبعي يعني هم عارفيني، فبركب القطر يقول لي مش هندفعك التذكرة، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يعني لازم ان انا اعمل هل القطار لهم؟ لا هم شغالين في القطار. ليس لهم القطار، ليس من حقهم ان يخربوا اقتصاد الدولة. طيب هل انا علي اسمي؟ انت مشارك معهم، انت المفروض تجيب تذكرة كالناس، هم يركبونك بدون تذكرة. يعني انا ادفع تذكرة وقطعها حتى.